أنا أعتقد أنها هي مبادرة طيبة وتبين حرص يعني واهتمام سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج الحكومة. لا شك أن الحكومة عندها برامج طموحة جدا وبرامج كبيرة، وتحقيقها يتطلب أيضا الشراكة مع القطاع الخاص لدعمها. أنا أعتقد هو من المهم التواصل يعني ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والتفاهم على فرص الاستثمار اللي موجودة في ضمن المشاريع، ومحاولة أن مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تنفيذ هذه المشاريع، على أساس الأخير هي تصب لمصلحة الوطن والمواطنين. يسعدني اليوم في المشاركة في هذا المؤتمر، مؤتمر شراكة مع القطاع الخاص. لا يخفى عليكم أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعجلة النمو في أي اقتصاد. خلال هذه الفعالية تم الإعلان عن إطلاق مبادرتين في هذا الخصوص. المبادرة الأولى هي تطبيق تاجر. تطبيق التاجر يضم خدمات، جميع الخدمات اللي لها علاقة بالمستثمرين في مكان واحد، ومنها يقدرون يدفعون الرسوم اللي مستحقة عليها، وكذلك تجديد السجل التجاري. المبادرة الثانية هو تحديث لنظام السجلات التجارية، هذه النسخة الثالثة راح يتم إطلاقها قريبا إن شاء الله.